مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم حبيباتي، صباح الهنا، صباح السعادة، صباح الفرح يا ربي يا الحبيب. ربي إن شاء الله يتقبل منا ويدخل علينا رمضان بالهنا والسعادة يا رب. اليوم كيما راكم تشوفوا ديتكم يا البنات عند ماجيك هاوس، اللي ديما نحطه لكم، اللي راهو في الطلعة نتاع أزواغي، ولا في الطلعة نتاع الجامعة، الجامعة الكبيرة كما نقولوها تاع قسنطينة. فوالا كيما راكم تشوفوا البنات، راني دخلتكم ليه. شوفوا هو كاين عنده الغاشي بزاف بزاف بزاف، كاين حوايج قدمت لكم اللي بخيتهم، وحوايج لا غالب ما قدرتش نقدم لكم. مي بون، انا الهدف من التصوير تاعي اني صورت لكم ابي بخي واش كاين عنده واش ما كانش. وزيد بزايد واش نقول لكم، انه لي بخي تاعو ناقصين على برا كيما نقولوها. شوفوا باش نصارحكم، كاين حوايج زايدين 1000 2000، كاين حوايج ناقصين 1000 2000، 5000 حتى 10000، سا ديبون لي بخي تاعهم. صافي كي تجي ديري المعادلة تاعك تلقاي، راح تلقاي روحك تسمى الحوايج ناقصين شوية على برا، مي كاين حوايج زايدين 500000 فرنك، والحوايج اللي تلقاهم كيما نقولوها فوق 30000، والاخر تلقاهم كاين حتى اللي تلقاه ناقص 10000، داير الغوميس فيه. المهم درك انتيا لازم كي تكوني عندك تطلع اللي بخي، باش كي تروحي تقضي من بلاصة تكوني تعرفي اللي بخي تاعهم. فوالا اللي انا راني كذا نقدم لكم ابي بخي لي بخي ولي موديل اللي عندهم ولي مارك اللي عندهم. شوفوا اي حاجه تحوسي عليها تلقايها، شوف لي كوتي كل في كوتي كامل، اي حاجه سواء في كوتي تاع نيتواياج، في كوتي تاع الحبوب، في كوتي تاع لي فرماج، في كوتي تاع المكسرات، واش تحوسي تلقاي. المهم حبيباتي تبعوا لا فيديو من الاول للاخير، باش نقول لكم واش كان، واش درت لكم، صورت لكم، صورت لكم الحوايج تاع لي فرماج، الحوايج تاع كيما نقولوها حبوب والعجائن والاخر، وزدت صورت لكم دوزيام ايطاج الحوايج تاع نيتواياج. هادي حبيباتي، وبعد راح نحط لكم واش شريت انايا، انتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله، باسكو الفيديو هذا يجيني طويل بزاف. حنقول لكم لي بخي واش شريت، يعني شوفوا القضيه هذه تاعي راهي كيما نقولوها لزوج ديار، قضيه لزوج ديار ليا كيما نقولوها لداري ودار عجوزتي. هذه يا حبيباتي راح اخليكم مع لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، وتشوفوا ابي بخي واش كاين في الماجيك هاوس. بالمناسبه اللي ما يعرفش ماجيك هاوس، راهو في الطلعه تاع زواغي في قسنطينه، طلعة تاع زواغي قسنطينة، ولا طلعة تاع الجامعة اللي ما يعرفش الجامعة القديمة، الجامعة السونتخ الكبيرة. فوالا هذه يا حبيباتي، ملقاة الخير ان شاء الله في فيديو واحد اخر، وانتظروني في الجزء الثاني تاع القضية نتاع رمضان، وفرجة ممتعة حبيباتي. مع السلامة.
Thank you.